السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي أمرني أن أشتري له الدخان، هل أطيعه في هذا الأمر أم لا؟ لا تطعه، لأن هذه معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. فلا تطع أحدا في معصية الله، لا الوالد ولا ولي الأمر ولا أي واحد. المعصية لا طاعة فيها لمخلوق أبدا. وعليك أن تناصحه، عليك أن تناصحه وأن تعظه وتبين له مخاطر الدخان وأضرار الدخان، أنه حرام، لعل الله جل وعلا أن يمن عليه بالتوبة وترك هذه المادة الخبيثة الضارة